السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا بمقطع جديد مع أبطال. في مقاطع سابقة أعلن عن التحدي الكبير لكأس العالم واللي فاز فيه هو فريق الصقور، وكانت المكافأة رحلة بطيارة خاصة لأوروبا. في مقطع اليوم أعطينا الفريق الأبيض فرصة للسفر عن طريق التحديات اللي راح يسوونها في هذا المقطع، والشخص اللي راح يجتاز جميع التحديات راح يقدر يسافر مع فريق الصقور. لكن في حاجة مرة مهمة، هذا البوكس أو يبغى يفك البوكس ويحل التحديات حقته مضمون إنه يوصل للنهائي. إذا ما حل التحدي يطلع من المقطع الآن. لا لا. تبغون تنتظرون عدو ندخل ونشوف أول تحدي. خلاص تم تم. الأبيض أي غلط بالتحدي هذا حق البوكس أنت برا المقطع. تدري وش وين تكي لو حلت؟ تكي قدام جنب السواق خلاص طول. نتفق على كلمة واحدة إنه ما حد يروح للبوكس. إذا رحنا الواحد راح للبوكس روح له، روح له أبو عبير تكفى تكفى. إيه إنه ما حد يروح له الصندوق. إذا أحد راح للصندوق أنا أشوف بعد التحدي الأول ولا بعد ولا بعد لا ولا بعد يمكن متنا واحدة نبدأ فيه واحدة نقدر نفوز كلنا ونسافر كلنا إذا شدينا حيلنا بس بالضبط. طيب بكل أمانة من تتوقعون أول واحد بيطلع؟ ما حد ما حد إن شاء الله ما حد ما حد ما حد لا ما حد ما راح أقول إنه ما تستاهلون إنكم تسافرون، بس أنتم الفريق الخسران فلا تتوقع إن إحنا ماشيين لكم الدنيا سهلات. إحنا مو الفريق الخسران، على أقل نقاط إحنا أبطال العالم. طب خاب أخذ البوكس وناكل من كودو مرة واحدة، إذا خسرت همشي كذا تسحب علينا على طول على طول عشان التعب ولا إيش؟ تعبت والله كله تعب سيارة طيارة خاصة. طيب طيارة خاصة، أنا البوكس هذا أنا ما بحصل فيه طيارة خاصة. إيش تذكرة يعني المفتاح حق الطيارة؟ صدقني مو بخسار، هو قال شخص واحد. طب لحظة لحظة أنت الحين ناوي تفك البوكس يا أخي؟ عطه هات خلاص عطه البوكس خلينا نشوف. حتى أنا متحمس أقول شيء، هذا أكثر مقطع تحدياته ممكن تكون ظالمة. عطه ارحمنا فك والله يلا خلص علي مشغلنا من اليوم. اسمع خلص يا تعرف شو القهر، انا تعرف شو منقر عليه. عطني اخر ساعتين ونص الطريق. لا 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 اصبر 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 قال لي عامر فكه بقول لك التحدي او بقول لك شيء ثاني. لا لا بنشوف ايش خات يا شيخ. اكيد اي روح اكيد روح فواز والله ما والله خلاص روح فواز روح خلاص خلاص والله قرار. فواز اسمع فواز فواز خلاص والله رحت معنا والله رحت والله رحت اسمعني والله رحت خلاص عامر خلصت خلاص. ان انا قلت في شخص واحد يقدر على حله واشك انه يقدر. اوه تمام يلا وريني يلا يلا تعرف اللي قاعد كذا والله والله العظيم. انا انت الشخص الوحيد اللي قادر على حله. قادر على حله؟ ايه انا افتح حله روح فواز اخر مره بقى فكه خلاص قلت القرار لا رجع فيه يروح يلا افتح فواز تكفى. لا 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 خلاص فك يلا يلا عامر يلا فك عامر خلاص انا قررت. اصبر 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 تحديات واسئله عن كاس العالم. يلا يا وحش يلا اجابتين. متى بدا كاس العالم؟ السنه هذه بالله تاريخ افتتاح كاس العالم. تبي تسكب راحت ثلاثة ايش؟ خمسة ولا اثنين ولا واحد؟ لا لا ثلاثة 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 كم؟ ثلاثة سبعة. إجابة نهائية؟ إجابة نهائية ما راح تغير؟ ما راح أغير. إجابة صحيحة. يس فواز حسيت أحد غشاش كان؟ لا أكيد؟ أبدا يا عمي طالع فيك لابسنين يوم خمسة ذكرتنا قبله بيومين جينا عشان الافتتاح. هاي هذا هذا يمكن أصعب سؤال أتوقع الباقي كل سنة. في أي يوم فاز في فالكونز ببطولة الوارزون؟ يا الله جي جي حدد لي اليوم فقط ما ابغى التاريخ. النهائيات دائما تلعب يوم السبت على اخر بطوله يوم تكن. امتى بدات تكن؟ يوم كان يوم 25 هي بدات تلعب يوم السبت
برضه بطولة روكت ليج كانت أيام السبت. 10 ثواني، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. خميس. غلط. غلط ثاني ويتم إقصائك. في يوم فوز فالكونز في كأس العالم كان فيه 4 صناع محتوى غير متواجدين. سهلة. أذكر لي أسماءهم. سهلة مرة. اسكتوا. فوزنا بكأس العالم. صوت. كان معي أنا وأودن. جنبي كان فيه أوبلز مو موجود. أبو عبير ما كان موجود بعدين جاء. بندر مو موجود. حلو. مين باقي؟ باقي واحد. باقي واحد. مين هو؟ باقي واحد. واحد. دربحة. دربحة. دربحة ما كان موجود. واحد. ولا رايد مش واحد. ناظرني هنا. رايد مش واحد. عطني. ويا بين يا بين رايد يا بين دربحة. عطني إجاباتك. يا رايد يا دربحة. تعال قرب. يا أخي هم قرب يا أخي. ما أشوف شيء. ليش ليش قاعد يغطي لك زي كذا عامر؟ معليش. ليه ليه تغطي على يمينه؟ ليه تغطي على يمينه؟ ليش تغطي على يمينه؟ ليش؟ يا صوت. صوت. صوت وأنا بحسب إجابة غلط. صوت صوت ولا تعال. لا حد يضرب. أنت قاعد تستون والله أصبر خلني أفكر. ولا ضرب حراي. عطني اسم واحد. أوبلز. أوبلز. ما كان موجود. واحد. أبو عبير. أبو عبير اثنين. وقتها بس بعدين جاء. أنا عشان أسهل لك وقت أول ما فزنا. إيه لا وقتها ما كان موجود. اثنين. بندر ما كان موجود. أوكي ثلاثة. الرابع الأخير. رايد مش واحد. أربعة. إجابة غلط. أنا يا أخي. هذا يا أخي. من أول. أنا مصور سلاح اللي تعبان يا أخي. باقي واحد. شو نسيت؟ ورايد جنبي. شو نسيت؟ وأنا موجود. دربحة دربحة وصالح وأبو عبير ومن بعد دربحة وصالح أوبلز. أنا أنا دربحة وصالح أوبلز. أعطاك العلم رايد وحنا في المسيرة. أنا قلت يوم ذكر المسيرة الحمد لله بيذكر رايد. يا عمي أنا ذاكر شيء ما حضرت ذاك اليوم. تعبان. كل واحد مسؤول عن قرارات. أكيد. لا بس إيه بس هذا واحد يقدر يتعدل يعني إيه أنا ما عندي مشكلة تيم وورك تيم وورك في الأخير أنا أقول لك كان ما قال أنا بس أقدر أقوله اللي أقدر أقول إنه يقدر يكون موجود بتحدي يساعدكم بس حتى ما يعني لو فزنا طيب ما عندي مشكلة ما راح يسافر لا لو فزنا يسافر شو الفائدة يروح يروح السويس ترى جايب ملابسه هو بيروح إيه والله صدق موجه موجه إذا فزتوا كلكم بدون ما يطلع واحد أيوة بخليه يسافر أوف هيا عيد الحركات ذي عشان على الطمك يا مروح ليه ايه غصبا عنك يلا بس ترى نسبة سفر انا اعطيها 5% وصلنا لاول تحدي نوصل للمكان وقلكم تأكدوا عشان انا ما كنت متوقع انه فيه البوكس بينفتح فهذا التحدي اسم فواز مكتوب فيه وانتم تبغون اشارك نعم بس لحظة دول ما نبدأ انا ما ابغى اثر على العيال بحكم اني مثلا صار في اقدر احذف اسمك وتروح يصير تركيز عليهم فقط اي احسن عشان ما اثر عليهم خلاص تمام تمام بالعكس احسن لكم يا عيال والله احسن لكم بس اللهم انا مجرد اشوف يعني يلا ساعدني ساعدني تبغون يكون موجود اسمه بس لحظه الحين اذا حلينا اللغز هل معناته ان اذا حل مثلا عادل نحله كلنا ايه اوكي اجل خلنا شارك خلاص انتم كلكم لكم دور بالتحدي التحدي كويس التحدي كالاتي زي ما تشوفون في قمة عالية حيث تلامس القمم الغيوم اجتمع 5 أصدقاء الأول يضيء بالمنتصف كالشمس بالصورة حلو هذا أنا بندر القمر بظاهره بظاهره ثقة كأنه نجم يتألق في الفضاء الثاني يقف بكل حيوية يتجه نحو اليسار عادل كأنه يحتفل بالحياة والأخضر يتنقل برشاقة يحيط بغرب ظاهره الرابع شمال فوق بنظاراته ينظر بدقة يبحث عن الزاوية المثالية كأنه مصور بارع وأخيرا الشخص المتبقي يحتفل مواجهاً أخاه الأكبر الذي يحتفل مبتسماً كأنه في مهرجان فكيف يجتمع هؤلاء الأصدقاء في تلك اللحظة والصورة؟ طيب طيب سهل يا عيال أول واحد في المنتصف التايمر يبدأ يا عيال المملكة التايمر يبدأ ما له دخل المملكة صدقني أول شيء تبغون أعيده مرة ثانية؟ لا أصبر أصبر لا لا أقول حاجة واحدة بس اللي فهمتها عندهم فرصة أني الشيء اللي بيصير
انه في صوره بتتصور لنا وهذا الهدف ترتيبنا اللي هو الترتيب اللي يبغاه. مين المنتصف؟ الواحد كان في المنتصف. المنتصف بالضبط، انت في المنتصف. منير انا اعتمادي يا عيال ترى على اتجاهاتكم، لاني بختار الزاويه. انت في الزاويه؟ لا، انت يمين الصوره، انت يا يمين يا يسار، انت في الزاويه يا عيال. كنجم دور على مبنى اسمه نجم يا عيال. ليش احنا بالقمه يا عيال؟ دور على شيء اسمه نجم. يمديني اعيده بدون ما ينقص الوقت؟ سهل، خليه يعيد. سهل، خليه يعيد. يمديني اعيده؟ يلا. في قمة عالية حيث تلامس القمم والغيوم. هذا حين موجودين، هذا وصف للمحل. اجتمع خمسة أصدقاء. وقفنا. حلو. الأول يضيء بمنتصف الأول يضيء بالمنتصف. بمنتصف. كالشمس في الصورة. كالشمس هنا 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 عند الشمس عندنا. يا أخي ما دخل خالف. كمل روح. يا أخي اسمع، هذا ترتيب. ما دخل. كمل. بظاهره ثقة. كأنه نجم يتألق في الفضاء. حيك. الثاني يقف بكل حيوية. أيوة. يتجه نحو اليسار. كأنه يحتفل بالحياة. والأخضر يتنقل برشاقة. يحيط بغرب ظاهره. غرب ظاهره. هذا الظاهر غربه هنا. لأنه هذا شمال، إذا هو كذا شمال شرق. الرابع بنظاراته ينظر بدقة. يبحث هو المصور عن الزاوية المثالية كأنه مصور بارع. أنت مصورنا، أنت راح تصورنا كذا. أيوة. الخير باقي مكسيك. وأخيرا الشخص المتبقي يحتفل مواجها أخاه الأكبر الذي يحتفل مبتسما كأنه في مهرجان. طالع ما راح يصورني كذا. لا ما راح يصورني كذا. أنت كذا معناته فواز يمين. فواز انا اصور شلون؟ صورة سيلفي. صورنا سيلفي. يلا روح. بس لا مو هنا. طريقة تصوير الصورة ما لها دخل. اوكي حلو. خلاص سيلفي. اوكي. بس في فواز عند كأنه الكاميرا يبحث عن الزاوية المثالية فهو راح يصورنا. يلا روح كذا روح. بالضبط. ايوه. يعني انت كذا. مو كذا. لأنه كذا يبحث عن الزاوية يقول لك كأنه هو يقول الزاوية ما تدري. بس مو معناته لا، يقول لك طريقة التصوير مهمة. الزاويه اللي مهمه. فانا اشوف انه ورانا الخلفيه هذه، ليش ما نتصور في الحديقه اللي تحت في الغدير؟ ما نطلع لنا هنا برج ذا كامل، فلازم نتصور مع الابراج. لا يا اخي ما قالوا مع الابراج. نجرب. طيب نجرب الحل. وقف فوزينا. يلا وقف. هذا حل يديني اعيده. هذا حل لو صحيح بدون ما ينقص الوقت. هذا حل لو صحيح. ما راح اقول شيء. ليش ما تقول؟ شلون ما تقول؟ طب اقعد كذا لما تعد دقائق قدام 10 دقائق. حاول شيء ثاني. الحل غلط. الحل غلط. خلكم احفظوا الترتيب هذا بس نمشي نطالع. مكسيكي والله ما له دخل. والله تبغون اعطيكم هنت واحذف دقيقه ونص؟ يلا هنت وبحذف دقيقه ونص. يلا طبعا. لا ما سهل اللغز سهل. يلا الان 4 دقائق و20 ثانيه. طيب وصارت 4 دقائق و22 ثانيه. طيب الهنت كل شخص تكلمت عنه انتم موجود في مواصفاتكم. طيب يعني ما حد جاء او انذكر وما له مواصفات معينه بالجمله. يعني ممكن الترتيب يختلف. ممكن الترتيب يختلف، هذا معناته الهنت. يعني قصدك الترتيب اللي احنا سويناه غلط. اللي اقصده ان كل شخص انقالت عنه جمله محدده بتفاصيلها، لازم تركزون بالجمله. انا قلت لك لما قال لما في حاجه كان انت وياه طالعوا مع بعض. خلاص عرفنا بارتنا. انت الاخضر، الاهلي الاخضر، رفرف الابيض الاخضر، فواز نظاره، وانت بس يمكن انه بيني وبينك انت حقتك الحركه دي يا تحرك الكلام اللي كان فيه الحركه حقتك هذه فيه دخل ما قلت شيء. يسار يسار محتفله مدري ايش. يسار يساره وانا ظاهره يعني يعني قدامه يعني اخويا. طيب اسمع انت الزاويه انت اللي تصورنا. طيب يلا ايوه خلينا نجرب حقي اللي طيب جدا. يلا تعال كذا ايوه كذا كان محمد. ايوه تعال العب يلا 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 يا انتم متوقعين انا يعني كاتب لغز وتعبان عليه عشان اخرت تصورون جنب بعض؟ اجل وش طيب؟ اقسم بالله اني داري. ايه اذا عدت اخر مره راح يبقى دقيقه واحده فقط. لا 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 الهنت ما كسر. الهنت حقك انا يا عامر. الهنت حقك احنا عارفين وجالسين نرتب عليك خاصه. انا قلت لكم ترتيبكم غلط. بعطيكم الهنت لكن بحذف 3 دقائق فيبقى عندكم دقيقتين. يلا هات. وراح اقراه بشكل بطيء، كل واحد يركز بالكلمه. اي صوره تتصور ويرسلها لي غلط جي جيز. اجتمع 5 اصدقاء. حلو تمام. الاول ايوه
يضيء بالمنتصف. انت بالنص خلاص، انت ثابت بالنص كالشمس. اي في الصوره يا عدي، بقول حاجه، النص كالشمس في الصوره. الشمس في الصوره دائما فوق. يا عيال يا عيال، ثواني 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 يا اخي، ثواني ثواني اصبروا يا عيال. طيب هو بندر بالمنتصف، يعني المنتصف لازم يكون في واحد يمينه وواحد يساره. تبون اتكلم؟ هذا النص اكمل. اي عشان كذا قلت لحد اكل واحد يفهم ضابطه. بس ركز على كلامك، ركز على كل شيء، وانت على الاخضر ركز. قول بظاهره ثقه كانه نجم. وقف وقف، كانه نجم. وقف وقف، بظاهره ثقه. انت مركزك ظاهره، وين ظاهره؟ وين ظاهره؟ الظاهر انت. لا 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 لا، الثاني يقف بكل حيويه، يتجه نحو اليسار كانه يحتفل بالحياه. والله ناس، هي ليه يكون اتجه نحو اليسار كذا يعني؟ سيلفي. لا والاخضر ينتقل، والاخضر يتنقل برشاقه، يحيط بغرب ظاهره. بغرب ظاهره، انت الظاهر. الرابع بنظاراته ينظر بدقه، يبحث عن الزاويه المثاليه كانه مصور بارع. واخيرا الشخص المتبقي يحتفل مواجها اخوه الاكبر الذي يحتفل مبتسما كانه في مهرجان. باقي دقيقتين. لو سمحت بسوي حل، بسوي حل، معليش بعدين اذا غلط خلاص. طيب هذا يلا عادل كذا، ما ادري عاد انت تختار الصوره اللي ضيعت. ارحمني، ايش الصوره اللي كذا؟ مالك من هنا سوينا. لا لا لا، وقف وقف وقف، انت بتساوي هنا. امسك جوال سيلفي، ارفع الكاميرا كذا فوق. هو قال ما دخلت التصوير. دقيقه لو سمحت، لو سمحت ارفع الكاميرا فوق، خلي بندر يطلع زي كذا. يمكن كذا. ايش انت كنت تدوي تدوي مكانك؟ انا هنا. لا انت مكانك عندي. انت غزال، وانت غزال. وقرب انت خش. يا رب انا كذا ابو عبيد. طيب ماذا؟ يا رب يا رب النصح. يا رب صدقوني ما دخل. تدري اللي ما له دخل. باقي دقيقه ونص. خلاص. طيب اسمع، انا بقول لك حاجه بندر، يمكن العكس لانه شمس وانت معروف بالشمس. لا القمر. يا عيني عليك، معناته في عكس في الموضوع. يمكن انا الاول وانت اخر واحد في الموضوع. اوكي عادي، اخاه الاكبر، انا اكبر منك برضه في العمر. يا عيال باقي دقيقه والنقاش اللي انت بتتناقشون ما له دخل بالصوره. شفت ديم يعني ولا شيء قاعد يفكر فيه زين، ولا حاجه حرفيا. صدقني صدقني، اسمع اسمع اصبر. انا راح ارتب صوره يصورها مو سيلفي. انا راح ارتب صوره يصورها، انا راح ارتبها. اصبر وانا راح ارتبها. تعال انت عندي، انت تعال كذا. ايوه خلك كذا، خلك كذا. ابو عبير تعال تعال هنا. يا عاد انا طلع هنا. يلا هنا. يمكن كذا. لا لا عادل كذا، عادل كذا، عادل كذا 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 كذا. هذا غرب بندر. طيب شو انت وش قاعد؟ غربي غربي غربه كذا. شغله كذا الصوره دايما كذا. وانت تصورنا، انت تصورنا. يلا انت سوي احتفاليه. ها وانا احتفاليه برضه. اخضر يا اخضر وابيض يا ابن الحبايب. اخضر ابيض. ها تمتو. ايوه اخر هنت مستحيل يعني اعطيكم اكثر منه عشان فواز طلع من المقطع وان ما ابغى يعني بعطيكم فرصه. فواز يصور، ما لكم دخل بالكاميرا. فواز يصور ما دخل. يعني ما نطالع بالكاميرا يعني مقابلين بعض كذا كذا. لا بس نفس اللي سويناه هدوء يا اخي. اي اي انا اتوقع ان المكسيك وبندر خلص. لا اخي لا يا اخي اسمع اسمع، انا انت تحط فيني. هو قال تحط فيني. شو تحط فيني؟ افرح 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 ويصورنا. ممكن كذا وعبير ناخذ بعض. فواز فواز صور صح. ممكن يحيط. اي يحيط صح. احضنوا يلا 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 صوروا صوروا. لا يا رب الناس ما يتوقع كذا. مستحيل انا معي. ها مستحيل. ورني الصوره. بس عادل جالس تنظرني يا عادل. ببدا اشرح لكم اياها حبه حبه. الاول مين؟ يضيء بالمنتصف كالشمس في الصورة. هذا مين تقصد في الكلام هذا؟ بندر بندر. بظاهره ثقة. مين الظاهرة؟ أنا قلتها مزحة. عادل. بظاهره ثقة؟ أنت الظاهرة. إيش دخل يا غبي؟ إلا أنا قلت لك أنت الظاهرة. طيب ما دخل. لا خلص تحدي. يا عاد يعني بظاهره ثقة يعني يبين ثقة. ما دخل. أيوة. طيب. الثاني يقف بكل حيوية، يتجه نحو اليسار. هذا أنت. كأنه يحتفل بالحياة. أنا. أم محمد. والأخضر يتنقل برشاقة ويحيط بغرب ظاهره. أنا. الغرب وين؟ يمينه.
غربي هذا يسار. هنا يسار. غرب ظهيري هنا. هذا غرب. تحيط فيه وين؟ قاعد على جنبي. حيطة. تعال جنبي حيطة. يعني أنا أروح زيادة. محمد يروح زيادة. الرابع أنا أسحب عليه هذا نظارات وبيصور. وأخيرا الشخص المتبقي يحتفل مواجها أخاه الأكبر. مين أكبر بينكم؟ هاي اللي قلتها أنا أكبر منك. محمد أكبر مني. فبالهنت بعدين تكتشف انه هو اكبر منك وتبدلون بعض. بس خله قدامه. خله قدامه كذا. لا لف وجهك. ايوه ايوه مبتسم كذا. لمين انت تبتسم؟ ابتسم لبعض. طيب أيوة. بس طيب وانت على سوق امه. انت مين في صوره طبيعيه يتصور كذا؟ انا ما قلت انها صوره طبيعيه. طيب أيوة. هو لغز. هو صور هو لغز. لك من اول لف هو لغز مين صوره طبيعيه. لفيت يا عمي. وصلنا لأربع أشخاص حالياً. أنتم خسرتوا التحدي الأول. ما عليه تحدي تعبان بس مشي حالك بنعوض إن شاء الله. فالآن راح نروح لمرحلة الإقصاء. مرحلة الإقصاء القطو اللي شقت أبو عمر راح نحط قدامه أربع صور لكم وصورة واحدة لنجاة. واللي يروح لها راح سواء راح لصورتك بتطلع برا راح للنجاة تبقون كلكم. اوكي كيف كيف دقيقه دقيقه اربع صور وفي نجاة وفي خمسه نجات. يا يعني رب يا كريم يمكن ما يجينا. اذا راح هي في احتمال كبير اي واحد, واحد. انه يروح لي انا لاني دائما اعطيه اكل. طب اسمع اي واحد منهم الصغير 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 ذا خبل. خلينا نشوف ابو عمر. ابدق على ابو عمر فيس تايم الحين ونشوف ابو عمر تلقاه. هلا مرحبا. حيا حيا ابو عمر كرم الله. لا 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 يمكن تلحق تروح. وري 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 يا اخوي. شوف شوف وري يا لا تشوفك كرم الله. شوف عادل كرم الله. شوف عادل ابو عمر. اليوم يا هي اخر ايامك. يا هي اخر ايامك. اخر ايام اخر ايامك انت يا حيوان ولد. دقيقه دقيقه فين راح؟ طيح الجوال. اهجد اهجد. ايش فيه؟ اهجد يا ابن الكلب. هو انحاش. وريني وين؟ هاي هاي دي وقف 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 ابو عمر دي وقف. حاط اكل كراميلا. اكل كراميلا حاطه؟ ايه الصغير. ايه يا عيال مو منطق مهتم للدرجه هذه. بيطلعك الحين وبياكلك. لا لا اكل عشان ما يجي فشل كلوي ولا يجي شيء. جاهزين؟ يلا جاهزين يلا. يا اخوان انا قاعد احاول اكنتر. اوه ماي جاد. هذه صورتي هناك. انا هناك في اليمين. في الاخضر رجال. انا في النص يا حبي. انا في النص مروح رسمي. يلا. يلا 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 يلا. مين يسال اخر شيء؟ انت. طب شوفوا هو يسفهنا كلنا وما ياكل اصلا. لا لا بياكل بياكل. يلا اذا ما اكل معناته نجاة. انا قلت لكم على افضل غبي يا مجنون. لازم يقربوا يقربوا لازم يقربوا بعد هذا. جيبوا جيبوا اما تاكل انت. في عندي بس ثاني عيال اللي ياكل. هز هز الصحن هز الصحن كلها. هز الصحن كلها 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 كلها. ايوه ايوه روح لابو عمير. نجاة 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 قبل بندر. لسه 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 نجاة نجاة ما كان نجاة. لا ابو عمر ابو عمر صايع عليه ابو عمر صايع عليه ولا كان بياكل. ابو عمر صايع عليه ولا كان بياكل. خلاص ابو عمر تكلم. ابو عمر ضفعه اسكتوا. كل يا حبيبي كل. ايوه والله قال اكل من عادل ابن من عامر اللي كل مره يحطك بالرخيص. اي والله راح لعندك راجل. اه قلبي قلبي. التحدي الاتي اصعب تحدي زي ما تشوفون. هلا بالشنا. هلا بالكلام. هذا 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 عندنا شنطه واحده فقط فيها اقصاء وأربع شنط فيها نجات. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. خمسة هذه. يعني يمديكم كلكم تنجون من التحدي هذا أو يمدي واحد يطلع برا التحدي. أنا تحت هذه الشنطة صدق. فاللي بقوله لكم بدون ما تلمسون الشنط. إيه.
متخمنون. كل واحد يوقف في شنطه يبغاه. ايه ولا تقدر تفتح الشنطه الا لما تقول لي عامر عطني المفتاح. طيب اسمع، انا ابغى هذه، انا ابغى هذه. ايه انا وبندر طلع لنا نبغى نفس الشيء. ابغى انا احساسي ومخي الفص الخلفي قال لي هذه. انا كذا. هذه وش يقصى؟ لا بالجاه. يلا عليها اعطيك. يا لما تكون هي حتى الفص الامامي يقول لي هذه شو مصيبه، اذا طلعت هذه يقصى. ايه بندر نفسك تروح مره خذ هذه. ليه؟ لانه دائما ايش؟ ايوه يسوي حنكه، والله العظيم دائما يسوي حنكه، يقول لك اللي في النص هذه ايش؟ الناس حتحسبها ان ايش؟ اقصاء، ان فيها اقصاء، فلا احد يحطها فيحطوها. طيب ابو عمي خذ هذه انت. يلا هذه نجاة. خذها. طيب خلاص لا هذه يعني. انا أيوة. نفسي اعطيها بندر، لان نفسي بندر دائما مع الرخيص نفسي ياخذ هذه. لا أنا كيف؟ لا 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 والله اخاف النص يحط فيها اقصاء، يقول انه هذه الحنكه عكس. لا الاثنين الاثنين عكس يفكر عكس. لا يقول انه هم بيحسبون انه هم بيحسبون كذا ترى في واحده فاضيه. ما ابغى. لا هذه مش مو هذه، انا ابغى هذه فاضيه فاضيه. ما بقول نصيحه بس خلاص. اسمع عشان ما تندم بعدين، اللي اخترت خلاص. انا ايوه انا زيها خلاص. انا هذه انا هذه ما راح اغيرها ابدا. انا هذه مع اني متردد الحين، بس ما ادري هذه خايف منها انا والله. لا الزوايا ممكن. شوف اللي بقول النصيحه، لا تبقى على نفس احساسك لانك انت ما تدري. اقول لك شيء نصيحه، لا تبقى على نفس احساسك. ايه انا بروح معك. نجا مكسيك يغير. نجا هذه او هذه، اي واحده منهم. اي اي واحده يعني هذه او هذه، ولا انا ما افهم شيء والله. ما افهم ايش دبل. هي ابو عبير انت اول واحد تفتح. تم ابو عبير اول. تم كذا من واثق والله، من كثر من واثق مستعد نطلع فيها. يلا ها والله العظيم يا اخي بالله. تم اوف هذا المفتاح. نصيحه لا تفتح له. ايوه ابي احس جاي هبوط ما ادري ليش. يب المشكلة لو طلع نجاح. شوف كذا زيادة. شوف كذا شوف تفتح. ايوه بس روح فك هذيك. يا رب يا كريم. بس كذا بس الحنكة. ايه توديك لدار. ايه انا ماني متوتر من كثر ماني محنك. اشوف. هي هذه اقصاء. هذه ما احس والله اقصاء. جاهزين؟ جاهزين. خلها كذا. لا اصبر عكس. عكس هم يشوفوها قبل. ايه هم اصبر. عكس تقدر تجي قدام. يا عم افتح الحين. الحين حقتي تعال صح بس ارفع. نجاح. يا جاي ايه او ماي جاد. اول شيء مبروك. اوكي بس ترى باقي معناته احنا رخص الحين. ايوه اسمع احتمالياتنا اقل. انت ما ادري يا هذه بندر وهذا، وباذن الله اموركم تثبتيك. هذا ضعيف يا اخي. هذا حظه مو حلو. ليش انا حظي مو حلو بندر؟ ليش انا مو نفس المفتاح ولا وترت اهلي جنون انك انت واثق منها. انا كيف الحين كيف انا. يلا مكسيك. ها مكسيكي. لا مكسيكي. مكسيكي ولا انا اروح بندر بعد بكره. لا روح عادل. انت ما حفك شنطه وهو ما حفك شنطه. لو فكر مكسيكي احس عادل. وش شنطتك هذيك؟ يلا روح عادل. انا بشرح عادل. ابغى انا وبندر نفس الشيء. ما ابغى حيروح. انا وانا وبندر اخر شيء. هذا بيجيب بانك تتاكل الحين. بسم الله بندر ما تفتح عم علي. ما طلق صداع صداع. يطلع له نجاح نموت انا وانت. بسم الله. نزلها واحد اثنين ما راح اشوف انا ابو عبيد. يلا انا شفتها. يس شفت الاخضر. انا شفت الاخضر. انتوا الاثنين. لا 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 اسمع هذه المكسيكي. محمد اسمع اسمع محمد ترى مبروك. ابو عبير ايش فيه ابو عبير؟ بندر مبروك. خذ فك هناك مبروك. انا اقول لك بندر هذه اصبر. لا بندر اول. بندر اول. انا ولا محمد؟ لا انا لا بندر اول. انا بندر. تكفى بندر اول. والله انت توترت. لا بندر انت افتح. انت افتح. يا كلام افتح انت. والله ما ادري. والله اسمع والله ما ادري. عندي فكره بس ما ادري ابدا ولا لا. هل افتح هذه؟ اوه ماي جاد. عشان انجلط. ماي جاد عشان انجلط. هي
طلعت نجاح بتحرق ثنتين دي. لا طلعت واحد مننا بيطلع. لا بالعكس هذا لو طلعت اتصال كلهم يفرحون. انت التحدي لو طلعت هذا معناته لو طلعت النجاح افتحها افتحها واحد نعرف ان واحد منهم يا ساتر يا ساتر يا ساتر كيف؟ ايوه ايه بدون ما تقولوا لنا ها؟ لا صح تقولوا لنا اذا كان بس اوكي ايش راح نقول لنا؟ المشكلة طيب اي ما نقول انا بنوريكم انتم بس هم ما يدرون نطالع في ذيك وكان نبغى الاثنين هذي تعال 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 كم تعال هذي كان نبغاها بس ما تدري يمكن انا ابلع هنا طيب يلا يلا هي اخلص نشوف معاكم يا شباب شباب المتابعين نشوف سوا انا معاكم نبغى نشوف ورونا ذي شنطتي نبغى نشوف معاكم نبغى نشوف معاكم احس افضل ما نقول احس ليه ليه متابعين شافوا احنا شفنا اكيد شافوا صورت اكيد 100% ايه شافوا بدك طلعت من كام ايش نبغى نشوف عشان لو احصاء لو نجاح واحد مننا حيطلع يب مين لا عشان لو كلها نجاح الاثنين نشوف فرحتكم ايه يب مين يبغى يفتح اول؟ اوه عندك يعني مو نفسي بندر نفسي نفسي بندر انت اروح بندر محمد لا انت هذي محمد انا ما اقدر انا ما اقدر ها طب اسمع بعدين بندر حط يدك هي هي يا الله يا ولد والله ناخذك معاي لو رحت جنون 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 طب ايش ايه والله ما عامله هي هي دامك خايف هذه غلط ها؟ ايش عليه؟ ما انت تجود علي ليه؟ زيد علي تبغاني ارد اسال احنا مين يا اخي ما ادري من الله يفك بندر لا خلي بندر انا بندر اتفاهم بندر ما ادري انت بالله فك بندر بالله بندر بالله بندر افك بالله فك 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 بندر اي واحد اي واحد عادي احس اقصى لا تكفى طيب ايش كان هناك؟ ما راح علم ما راح اخر شيء لما يطق لما يقول طق بعد قوه زياده ايه وخر ما اشوف احد ما اشوف عاد صدقني انا اهم منك والله صدقني اسس بحث بحث اصبر اصبر لحظه اصبر 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 معناته دي اخر واحده اللي هنا نجاة انا خلاص ما ندري ما ندري عشان اعطي احتمالات اذا هذيك نجاة وهذه نجاة المكسيكي اوت يب اذا هذيك نجاة اذا هذيك نجاة يمكن اقصى اذا هذيك اقصى كلكم نجحتوا بسم الله بسم الله لا يا بندر اوه هذه فيها طياره خاصه يا رب معانا يا رب كذا تروح يا رب معانا يا رب يلا واحد اثنين شوف بسرعه يا الله يا محمد اسمع شوف انا فرحان لك فيها 50 انا فرحان لك بس يبقى انا ما ادري ايش مؤشرها لا 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 عامر بتاكد 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 لا تتاكد انا بفتحها خلي مكسيكي يفك افتحها مكسيكي يفك يلا سبين الله ونجينا هي مكسيكي خطوه واحده بس ايش تسوي؟ ترفع هذه على فوق هذا كذا تخلي الطق يلا اسمع هي ارفع الشنطه على فوق انت معنا بالطياره ولا لا؟ يلا اسمع روح طبعا ايش؟ طبعا شكرا لفالكون اعطونا فرصه ممكن نروح مع الصور يعني هذا الحدث شيء ممتاز صح يعني غادرت انا وبرضه فرحان يعني ان ذا المروح صار خلاص يقدر يسافر بدل ما لا 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 تحديات يا تحدي اوكي بس هذه يعني ما طلعت اقصاء طيب يلا مرة ثانية مرة ثانية يا خلص روح خلاص طيب بفتح هي هي لا تسوي انك انت ما تدري وانت ما تدري يا جماعة والمتابعين ليش ما يضرب روح احنا ندري بس انت شوف ايش يلا ما عليه ما عليه امسك محمد غير في اخر شوف هي شوف لما اتكلم لما خيرة 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 والله كله خير يا رز لا خيرة كله خير خيرة كمان خيرة الزمن هاي لما قلت تتكلم على حوت الندم انك كنت مختار دي لما جيت غيرت اخترت دي يا ولد بس كيف الحكي حقك يا عيال معليش يا مكسيكي زعلانين علي قبل بس اسمع لا سلكت له لا سلكت له جي 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 والله ما قصر لا لا جي جي وحش ربع بدونك طيارة خاصة لا لا تحسس انك فرحان يا مروح توني فرحان لك انا انك فايز ايه ليك انك مبسوط بندر الكلب مبسوط شوف 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 بندر تمكي والله انه يضحك يا مضحك عليك احنا لسه ما هو منا باقي تحدي ولا كاب ما عليه مكسيكي والله ما عليه
ما قصر ما قصر. شيء او سؤال يسأل، هل انت غاش؟ ايش؟ لا والله ما غشيت. انت؟ على هذه لا والله غشيت. والله ما غشيت بس والله حقك كانت خرافيه. كيف؟ انا كذا قلت انا لما واحد يسوق قدامي المحنك انا اتوقع عبد الاله ولا احد سواه انه مستحيل يقول لك الزوايا يعني عشان قريبه. والله العظيم من سوقي حق وبالنص النص هي انا اتكيت مين بمين وما في لانه دائما الناس تشرد للنص فهو حطها بالنص. الحمد لله الحين جت ممتازه. والله قوي. تحيه لابو عدل. هذه انا بقعد اتفرج لان انا اتمنى واحد يطلع. اسمع او ماي جاد تقول لي كل واحد يقص واحد يطيح يروح ايش تسوي تقصقصون واللي تطيح الشنطه قصته نقدر نقول له جي جي. اوه ماي جاد وميتي قطع انت وامي على سلسلتك يا الله. الان وقت التوتر وقت قص الحبل تقول كذا. طيب عندنا 10 حبال. قبل لا تقول شيء والله شكرا انها كانت جزء لاني انا كان نفسي اشارك. الان انت تشارك كضيف ولكن الفكره غير. اذا قصيت الحبل اللي بتنزل منه الشنطه راح تطلع برا. يعني جوه الشنطه مكتوب هذه اقصاء. يعني طاحت اقصاء روح اقصاء. اسمع الحاجه اللي بقولها قبل ما تقول عندنا 10 حبال. حلو. عددكم ثلاثة. فالمفروض منطقيا تتقاسمونها ولكن كيف؟ عشان العدد 10 ايه؟ ففي واحد بيفتح زيادة. وش تبي تقول؟ اسمع خلاص كل واحد ياخذ فوق ثلاثة. ايوه خلوا ايوه بعدين الواحد انت تختار اذا بقي. اسمع اسمع انا عشان ضحكت في الفقره اللي قبل عالمين على محمد صدقني انا حق الصح. طيب اعلم شيء اعلم شيء عندي احساس هنا كبير يقول انا راح اقصها. طيب تدري وش احساسي؟ انا اتوقع اني ما راح اقصها. تدري وش احساسي؟ احساسي انه عادل. اي والله انا عادل. انا صدقني عشان ضحكت على محمد راح ابلع هنا. فباختصار اللي بيقص الحبل اللي بتطيح منه الشنطه بيطلع برا. انا ابدا انا ابدا. جاهز؟ جاهز. او غبده وغبده صح وين راح يبعد تخيل يطلع من اول بس بس بدي دي 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 انا عبير كيف القصه تدري شو إيه والله عادل عبير بخبرك عادل 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 نصيحه خل ابو عبير يقص. لا 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 مالك الحنكه ابو عبير مالك الحنكه يساعدك يفك عنك شوي. انا مالك الحنكه انا اللي خليه بالعكس انا ابغاه هو يروح انا ابغاه هو يروح احسن. لا لا تكفى تكفى لا لا اوه انت فرحان واحد يفرح الحين كنت بفرح بالترتيب. لا 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 بالترتيب انا اروح انا بالترتيب انا اروح لا تسوق العبطينه كذا احبك تنقص. خلوا ابو عبير. ليه خلوا ابو عبير ليه؟ لاني انا احسه هو محنك ويعرف شغل الدليل. طيب اسمع اعطيك بس بعدها تساعدني تقول لي ايش الحبل. ما اعرف انا حط انا الحين احس اني حطيح يا ابو روح. يعني اروح انا ولا ابو عبير؟ روح 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 عادي تكفى ايش اسوي؟ ما ما انا نفسي اروح قبلك. انا احس ابو عبير انا احس ابو عبير بندر. يلا ها انا احس ابو عبير انا احس ابو عبير. بسم الله. لا والله العظيم انا خايف إيه هذا انا متشائم منه. انا خايف من الزوايا. بيطيح 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 اقسم بالله اني متشائم منه. انا خايف من الزوايا عشان كذا. لا ورب الكعبه اني ما اعرف اي واحد. لا تشوف لا تشوف بالله اني ما اعرف اي واحد. ضيوفك تقول لهم لا تشوفوا. يلا ابو عبير. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا كذا ايوه بس يلا ما انا تحنكتك هي 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 اسمع اللي استحنك اوفر يضيع ترى والله يضيع خلاص. انا بس ابو عبير انا هسه ابو عبير يلا بندر بندر مكسيك تفرج عليك. ما ادري محمد تكفى ساعد تفرج لا موتي يا ميت. ايش اسوي؟ ما ادري ايش اختار. اختار اي شيء. ك
كذا صح؟ احس عادي، انا احس عادي، انا احس عادي يا عامر. والله ما اعرف، والله ما اعرف. طيب افصل. اوه ماي جاد، عادي يلا يا وحش. ليه دي عادل لو طاحت ايش بتسوي بالمقص؟ اي واحد جيب يبغى عقص. عندي فرصتين اني ما ان واحد يبلع قبل. ايوه هذا 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 حلو. هي يا ربي فلان. لا 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 يا ربي فلان. يا ترى اللي ورا فلان بس عفيفي. اوه ابو عبيد. اوه ماي جاد، ثلاثه انفكت من هنا. اللي ورا ما انفك الا واحد، باقي اربعه. باقي ستة، منها واحد راح يطير. لا تكفى يا رب، شغل مخك بس، خليك محنك. لا لا يا ابو عبيد، لا يا ابو عبيد، لا يا ابو عبيد. محمد محمد قال لي، محمد قال لي هذه، محمد قال لي هذه. لا يا ابو عبيد، يا والله ودعت طريقة تغب انقسمها. ايه بطريقة ملعبك، اقسم بالله في ملعبك ابو عبير، اقسم بالله انها تقهر. انا مو مره انقهر. طيب نزل تكفى عشان بس حسيت انقهرت، حسيت بال اي والله رب الكعبة عيال اني غبنت وانقهرت بشكل مو طبيعي. شوف حتى تعبير وجهي ترى باين اني كذا يا ساتر. الحقيبة من الحبايب. اسمع قلت تخيل انا خلاص ودعت ابو عبير. ابو عبير قلت يا، قلت يا رب ابو عبير يبلع تشطع. هي تدري ان هذه كان المكسيك يشتري البندر يقول خذ هذه، خذ هذه يوم طاحت. الحين جالس اقول الاعداد برا، بغيت انكب بندر. الله طريق السلام ان شاء الله. والله يا حبيبي ابو عبيد طريق السلام. وباذن الله العب ها ملعب يا ابن الحبايب. حسبي الله ونعم الوكيل. والله ارلك، والله ارلك، والله ارلك. الكلام اللي قلته، اتمنى اني انت اللي تفتح الشنطه بعدين انا وصالح، وهذا اللي صار. يا الله ايش اللي قاعد يصير يا، اقسم بالله ترى شعور، ترى غريب، شعور بابا غريب. أيه انه في الحقيبه ولا نفسي ولا خايف منه. ترى كلكم قلتوا ان احساسكم انكم تفتحونها. ابو عبيد قال لا احساسي ما راح. بس لا انا ترى روحاني نزلت الشنطه، انا نفسي انزل الشنطه، فانا اعتبر انا وانت وصالح. يعني انا طرحت الشنطه، انا خسران بصراحه. لا انا وبندر باقي. او ماي جاد، انا وعادل بس. افتح الشنطه شوف. دقيقه شوف فيها. اوه فيها والله. ايه خلاص انا بندر صح. تدري تدري لا ايه تدري لو انا كنت اعرف وين الشنطه ما كنت بتوتر، بس إيه توتر جنون. طيب ايه انا بندر سافر تكفى خلاص صح. والله خلاص يا اخي. الموضوع عند ابو عمر. يا الله ايش عند ابو عمر؟ نرجع لابو عمر، هو اللي يحدد. قهر ونشوف اتصال مع ابو عمر. مو بتربط رجعنا. وصلنا للنهايه، متسابقين باقين عندنا. هل كلهم بيسافرون؟ هل واحد بيسافر؟ هل ما حد بيسافر؟ لا ما حد يسافر حبيبي. ترى من وحده الظهر نصورها والحين الساعه 12. انا معكم. لا لا انت انت يا عمي ما حتسافر، حتسافر يدار عندي يا عيال. لا مسؤول عن المحتوى. لا تصير مجنون ها. لكن الموضوع يرجع لابو عمر. ابو عمر هل تسمعني؟ هذا ابو عمر جاهز، وهذا كرميلا جاهزة. اما كرميلا نفس الشيء راح يسوي. ايه اللي تاكل عنده يروح، اللي تروح عنده يسافر. ايوه اي نجاه كلنا. خلاص ابو عمر اللي تروح عنده يسافر. ها تم. لا بديت التصوير وكل شيء جاهزين. يلا 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 جاهزين. بسم الله. يلا بسم الله. خايف لا تقرب منها مره. يسار يسار راح تسار راح تسار. أكلت عادل أوروبا. الله الله والله ذق والله ذق والله ذق. تربيتي شهور ربيها شهور شهور وسنين. أكلت والله أكلت والله أكلت، أقسم بالله أكلت والله أكلت. هارد لك يا بندر. تستاهل والله. هارد لك بس هيك. أنت تلعب مع ولدي، ولدي هو اللي حدد مصيري. معقولة بيخوني؟ بر الوالدين أهم شيء يا أبو بندر. أول شيء مبروك. الله يبارك فيك. رسمياً بتروح مع فريق الصقور. هذا لك بندر. الحمد لله. أنا سويت اللي علي والله. إيش يا جماعة إيش تبغوني أسوي أكثر منك؟ هاي بندر. والله سويت كل. أنت ما أدخل والله ما أدخل. كل شيء سويته. ترى لعبة حظي. والله لعبة حظ. كل التحديات حظ 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 حظ. صراحة والله أنتم مستحقين إنكم كلكم تسافرون.
وتمنيت اشوفكم كلكم تسافرون. بندر انت تجاربك مع فالكونز الى الان ما في شيء غالي، حتى السفر الرحله الخاصه ما في. يعني والله عوفي، والله سويت كل شيء، والله انا اشوف الحظ، الحظ ولعب دور والله. اشوف اذا في رحله لكاس العالم، اذا في شخص يستاهل انه يروح في فالكونز كامل، ما اتكلم عن فريق الصقور الابيض. عادل الروق انت ما قصرت، عادل الروق شهاده حق، اي والله شهاده حق صدق. هي صدفت معانا فاز، بس شهاده حق. عادل كان في وقت عندنا بريك ما بين الشفت الاول والشفت الثاني، عادل انا بس اروح اقول البطوله بدت، عادل يجي يقول تكفى خذني معك بروح البطوله. والله اكثر واحد يحضر الله يخليك ما شاء الله عليك. وباذن الله راح تنكرف بالرحله الخاصه. الله 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 يشد نفس العدو. اذا ما كنتم مشتركين اشتركوا 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 يا اخوان، يا اخوان محتاجين تشتركون، خلونا نوصل 3 مليون باسرع وقت. وباذن الله واعدينكم الفتره الجايه تفجير محتوى خرافي ان شاء الله باذن الله. نتمنى لكم استمتعتم ونشوفكم في مقاطع قادمه. السلام عليكم.